في ايه؟ في ايه مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤاخذة يا بنتي فطار رجالة. في ايه يا ابويا؟ اطمني اطمني يا بنتي ان شاء الله خير. في ايه يا عمي؟ على عمي مش عايز اشوف. لا بس يا ابويا. على مهلك على مهلك ما تعصبش نفسك. في ايه يا ابو سلام؟ على مهلك يا خليل. في ايه؟ اهدي يا بنتي اهدي يا هلا يا بنتي اهدي. لا حول ولا قوة الا بالله. كان في السيدة زينب يا بنتي تاني. سألوه انت ساكن فين وجابوه على هنا. شوفي يا هلا بنتي انا في كلمتين عايز اقولهم لك. بني ادم مننا بيعيش حياته عشان يدي للناس التانيين، اللي يعيش حياته من غير ما يدي لحد تاني ما عملش الدخان، حياته لما تخلص بيختفي وكأنه ما كانش موجود. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، بدي الإنسان فرصة واتنين وتلاتة. خدي بالك من أبوك يا بنتي، وكفاية اللي عملتي فيه. والله العظيم والله العظيم يا شيخ زياد أنا تعبانة أوي، أنا الدنيا قافلة في وشي، قافلة وحشة أوي أوي، أنا مش عارفة أعمل إيه والله العظيم. يبقى لازم تعيدي حساباتك تاني. السنين اللي فاتت دي عدت عليكي لا عملتي فيها ناس ولا اصحاب يساعدوكي. استغلي بقى السنين اللي جايه اعملي ناس واصحاب يساعدوكي ويقفوا جنبك وقت العوزه. متشكرين قوي يا رجاله، متشكرين قوي، محدش يجي لكم في حاجه وحشه. الحمد لله على سلامه ابوك يا بنتي، ولو عوزتي اي حاجه كلميني. سلام عليكم. ايه ده؟ انت شرفت؟ مش تقول انك جاي؟ انت بتعمل ايه؟ مفيش، كنت في اوضه البلياردو بلعب بولينج. ايه يا سمسمه؟ منوره. بقول لك يا سونسو، هو انا جعان قوي، انت اكلت؟ لا لسه ما اكلتش والله. طب ايه؟ ما تشوف لنا حاجه ناكلها. اه جعان يعني؟ ماشي. طب انا هطلع خروف من الثلاجه اسلخه واذبحه واقعد اشويه، خد راحتك يعني. سايق انا دسم. ما تيجي تقعدي جنب اتكلم معاكي شويه. قول يا سلامة انا سامعك كويس. قول يا سلامة. جرى يا بنت في ايه؟ تعالي اقعدي جنبي بقول لك. لا انا حلوه كده، اصل انا مولوده وانا واقفه. دم خفيف. ايه رايك في الفيلا صحيح؟ دي بتاعتي والعربيات اللي بره كلها بتاعتي. وانا ايه بقى؟ العشيقة؟ ما هو كده؟ فيلا وعربية وفلوس كتير. يبقى فاضل ايه؟ العشيقة عشان الصورة تكمل. ايه الجو القديم ده؟ يا بنت جو المسلسلات ده. انا بحبك يا سلامة. وبحبك دي يعني عندي استعداد اعمل اي حاجه تقولها. لو قلت لي عايزه اعيش معاك من غير لا فيلا ولا عربيه. حلو حلو الكلام ده، على اساس ان انت زاهده في الدنيا وبتبيعي سلاح. مش زاهده فيها ولا حاجه، بالعكس بحبها قوي كمان، ونفسي أعيش مع اللي بحبه وبيحبني. بس أنا عذراك في اللي أنت فيه، وعايزة أقول لك حاجة واحدة بس. قولي قولي يا شيخة بروحة. مش عشان هلا سابتك عشان ما معكش فلوس تعمل اللي أنت بتعمله ده في نفسك. أنا معرفش أنت جبت الفيلا والعربية والفلوس دي منين، بس اللي انا عارفاه ومتاكده منه كويس قوي انك بقيت بني ادم وحش قوي. شيل هالة من دماغك يا سلام، هتستريح صدقني. الراجل اللي بصحيح
ما تغيروش واحدة زاد، حتى لو كان بيحبها وبيموت فيها. جرى روح أمك، أنت هتعلميني رجولة ولا إيه؟ أنت فاكرة هلا دي في دماغي؟ هلا دي قد كده؟ بقولك إيه؟ روحي روحي عشان أنت مرة غاوية فقر. روحي. أنا مش هزعل منك، علشان أنا الدنيا شالت وحطت فيها مليون مرة، وفاهمة قوي اللي أنت بتعمله ده بتعمله ليه، بس أنا هقولها لك تاني، أنا بحبك، بحبك بجد. ازيك يا كمالي؟ كنت عايزاكي في حاجه كده. روحي على مكتبك، ولو عاوزتي اي حاجه اطلبيها من السكرتارية. على فكره ايهاب ده حد كويس قوي، انت تعرفيه منين؟ اصل انا بصراحه خايفه عليكي قوي. تخيلي لو مستر وسيم عارف ان في معلومه او ورقه خرجت بره الشركه من غير علمه، صعبه قوي. اخص عليكي يا كوكو، هو انتي على طول كده ما بتستريش في اي مكان تشتغلي فيه؟ عليا عليا استني خلينا نتكلم مع بعض اصبري. بصراحه من دقيقه واحده كان ممكن اتكلم معاكي، لكن دلوقتي ماليش مزاج خالص. اصبري خلينا ناخد وندي مع بعض. خلاص بيقولي الايهاب وهو يقول. هبدأ سندوتشين. والله جيت في وقتك، أنا كنت ميتة جوع. اتفضلي. شكرا. ليلى؟ أنا عامل دورة تدريبية هتبتدي من بكرة، إيه رأيك تيجي تحضري؟ تتكلم عن إيه؟ كورس كويس جدا في تنمية القدرات واكتشاف الذات. أنا مش فاهمة حاجة. يعني الكورس ده إنك إزاي تستغلي المتاح ليكي. إزاي تستخدمي الحاجات البسيطة اللي في حياتك بشكل صح. عشان تكوني مبسوطة. يعني أنا دلوقتي لو زهقانة وطهقانة في حياتي وعايزة أغير جو وانبسط، هتخليني أعرف أعمل كده؟ طبعًا. استني. أنت بتعمل إيه؟ استني شوية. غمض عينيكي. يا مجنون. غمض عينيكي. غمض عينيكي. ماشي. تخيلي دلوقتي ان انت في البحر، او مثلا على سطح سفينه، او ان انت طايره في الهواء. تسمحي لي؟ ايه الجنان ده؟ تعالي بس.